احنا كمجموعة اولتراس بلا كارمي جينا اليوم نطلبوا بواحد المطالب ديالنا اللي باينين وواضحين، اننا احنا 11 سنة وحنا خلف الفريق، 11 سنة وحنا متجندين على الفريق ما تخليناش عليه حتى نهار. اليوم جايين نطلبوا بالمحاسبة والتغيير، تغيير اي واحد شارك في الفساد على الفرقة، اي واحد مس الفرقة بسوء خصو يمشي وخصو يتحاسب. اليوم كنشوفوا ناس في الفريق عندهم حتى شي دخل بالتسيير ديال الشأن الرياضي، داخلين في التسيير ديالو، ناس بعاد على الكرة بالعربية وداخلين في التسيير ديالها. اليوم كنشوفوا ناس حتى المطلب ديال الجمهور اليوم جاو باش ياخذوا استجواب ولا تصريح من رئيس المنتدب ولا الناس ديال لاكوميتي ديال ليفار، ما لقينا حتى شي واحد. يعني اليوم احنا كجمهور اللاعب رقم 12 ديما كندقوا باب ديال اداره الجيش الملكي كنلقاو الرفض. اليوم احنا جينا المطلب ديالنا الاول والاخير هو التغيير والمحاسبه، لاننا اليوم ما نبقاوش راضين على الدل اللي عشنا فيه لمده 11 سنه 11 سنه 11 سنه ديال الفساد، 11 سنه ديال نفس المصطلحات كيطبقوا عندنا، نفس لغه الخصاب كتكرر. يعني اليوم جايين كنطلبوا التغيير ولا شيء غير التغيير. حنا اليوم كمجموعه بلا كارمير عينا نخرجوا لهذه الوقفه هذه، عندنا جوج مطالب واضحه المعالم اللي هي رحيل كل مفسد كاين في الاداره، محاسبه اي واحد كان عنده يد في المسير ديال الفرقه اللي ولينا فيه دابا، محاسبه اي شخص كيف ما كانت المكانه ديالو، ماشي يهمناش لاعب مدرب رئيس جنرال ماشي يهمناش، المهم محاسبه اي مفسد في الفريق والرحيل ديالو. المطالب ديالنا رحيل المفسدين والتغيير، وبغينا ناس يكونوا كفء في الاداره، بغينا الناس تفهموا في الكره، بغينا تسير ليكون بروفيسيونيل. وصلنا 2018 فرقي كاملين فاتونا، حنا باقيين في داكشي ديال القشله ولي زوردر وداكشي، حنا بغينا نديباسيو هاد المرحله هادي حيت صافي فتنا داكشي ديال القشله ولي زارمي وكذا. حنا راه فريق محترف، خصنا نلعبوا كره، خصنا نجيبوا القاب، عندنا جمهور، عندنا مرجعيه، خصنا نلعبوا غير على ديك المرجعيه ونجيبوا القاب للفريق ديالنا. والمطلب الاخر ديالنا حنايا هو رحيل كل مفسد والمحاسبه ديالو، تنسطر على المحاسبه حيت المحاسبه هي كل شيء، حيت كما تشوفوا في الميساج كوريبسيون ليغال، الفساد القانوني. هو ما كاينش فساد قانوني، ولكن ولينا تنشوفوا فرقه كاين واحد الفساد قانوني، بحيث تيجي اي شخص كما كان تيجي تيشفر تيتسمسر تيدي فلوس يحط فلوس وتيمشي تيديروا له حفله في الاخر ما تيتحاسبش، داك الشيء اللي سمينا حنا كوريبسيون ليغال، واخا هو ما كاينش ولكن في الاداره ولينا تنشوفوا فساد قانوني. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.